إرسال المسلحين من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا متواصل رغم التنديد الدولي، وتشير كل المؤشرات إلى أن هذه العملية تتم بالقوة بحيث يجبر المسلحون على الانتقال إلى ليبيا، أما من يرفض فيكون مصيره الاعتقال. وقد كشف المرصد السوري أن جبهة النصرة اعتقلت 6 مسلحين بسبب رفضهم الذهاب من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس. معنا الآن من كوفنتري في بريطانيا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. مساء الخير أستاذ رامي، ما هي التفاصيل هذه المسألة؟ جبهة النصرة تعتقل مقاتلين رفضوا المشاركة في القتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق. نعم، مساء الخير. وبأوامر تركية حقيقة الأمر، عندما رفض فضل الليبي أمير جيش الساحل في ما يعرف بتنظيم حراس الدين الجهادي الخروج من سوريا والذهاب إلى ليبيا مع مجموعته، جرى اقتحام هذه المقرات من قبل هيئة تحرير الشام واعتقال فضل الليبي. قد تخرج علينا هيئة تحرير الشام وتم في سبب الاعتقال، لكن الاعتقال هو بسبب رفضه الخروج من سوريا باتجاه ليبيا وتسليم هذه الجبهة الاستراتيجية المهمة التي كانت عصية على الروس والنظام، وهي جبهة تلال كباني في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي لهيئة تحرير الشام من أجل فتح طريق دمشق حلب الدولي، ولكن حلب اللاذقية الدولي. لكن نعود إلى قضية الجهاديين المتواجدين في سوريا، وهذا يعني يدعم ما نقوله بأن هناك مجموعات جهادية تخرج من سوريا باتفاق مع المخابرات التركية باتجاه ليبيا، وهي حقيقة الأمر بدأت بالخروج من سوريا قبيل ما يعرف بقضية وملف المرتزقة من حملة الجنسية السورية الذي بدأ في أواخر العام الفائت، بينما نقل المتطرفين الجهاديين من سوريا إلى ليبيا بدأ قبل ذلك بنحو شهرين، في شهر أكتوبر تشرين الأول من العام الفائت، وتحدثنا عن خروج نحو 2500 من حملة الجنسية التونسية الذين كانوا سابقا مع تنظيم داعش في سوريا. قد يكون فضل ليبي اعتقل الآن، ولكن أعتقد بأنه لن يكون الأخير، وشاهدنا اشتباكات بين حراس الدين المجموعة الجهادية المتطرفة وهيئة تحرير الشام سابقا. هيئة تحرير الشام بأوامر من المخابرات التركية تريد أن تهيمن على كل شيء هناك وكل من يرفض الخروج، طبعا الخروج باتجاه ليبيا وليس باتجاه أوروبا أو اتجاه بلدانهم، سوف يكون مصيره الاعتقال. طيب أستاذ رامي، أنتم في المرصد السوري يعني ربما أحد أهم المصادر التي ترصد هذه وتوثق مسألة انتقال هؤلاء المقاتلين من سوريا إلى ليبيا، من هي الفصائل الموجودة في سوريا اليوم ممن نعرفها من الحرب السورية التي باتت تقاتل اليوم على الأراضي الليبية؟ يعني لا يوجد فصيل منضوي تحت الجيش الوطني السوري أو وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة إلا وأرسل مراسلين إلى ليبيا، باستثناء جيش العزة وبعض الفصائل الأخرى الصغيرة. جميع الفصائل وبأوامر المخابرات التركية أو برغبة منها من أجل المال أرسلت مقاتلين إلى ليبيا. أكثر هذه الفصائل إرسال المقاتلين فصيل السلطان مراد المعروف بأنه سيء السمع والصيت في عفرين، وهو الذي أرسل غالبية المقاتلين، أي أن هناك 16500 مرتزق من حملة الجنسية السورية، يعني بينهم نحو 3000 أو ما يزيد من فصيل السلطان مراد، والباقي متوزعون على فصائل عدة. سلطان مراد هو رأس الحربة لأنه على علاقة حميمية وقوية بالمخابرات التركية، وقائده تركماني من المكون السوري، وهو يعمل تحت الإمرة الأردوغانية الكاملة. هل هناك مقاتلين من هيئة تحرير الشام تحديدا جبهة النصرة؟ لا، هناك نتحدث عن المرتزقة من حملة الجنسية السورية، ولكن هناك مجموعات جهادية متطرفة كتنظيم داعش كتنظيم القاعدة من جنسيات شمال أفريقيا أبناء الشام وفصائل أخرى، هي بالفعل خرجت من سوريا وذهبت إلى ليبيا، ونتحدث سابقا على كتيبة كاملة من تنظيم داعش من حملة الجنسية السورية أيضا ذهبوا للقتال في ليبيا، وهم من أبناء ريف حمص الشرقي منطقة تدمر ومحيطها. ما هي الجنسيات الأخرى؟ ذكرت قبل قليل أن هناك مجموعة من المقاتلين من تونس، من أصل تونسي، ما هي الجنسيات الأخرى المشتركة اليوم في القتال؟ يعني أبو وقاص العراقي وهو عراقي الجنسية، كان مع داعش في دير الزور، بعد ذلك يعني سبحان الله كيف الجيش الوطني السوري يكون لديه مقاتلين من الجنسية العراقية، وهو يتحدث ويلوم نظام بشار الأسد على وجود مقاتلين إيرانيين.
هذا الرجل كان مع كتيبة كاملة من مجموعته من الجنسية العراقية ضمن أحرار الشرقية المنضوية تحت الجيش الوطني السوري، ذهبوا إلى ليبيا. هناك جنسيات من المغاربية، من المغرب العربي، من المملكة المغربية، من الجزائر، من جنسيات أوروبية من أصول شمال أفريقيا، وجنسيات عدة، يعني الغالبية هم من جنسيات شمال أفريقية، ولكن أيضا من جنسية مصرية يوجد مقاتلين جهاديين ذهبوا إلى ليبيا، ولكن هل بقوا في ليبيا أو يحاولون الدخول إلى مصر؟ حقيقة الأمر لا نعلم. الرقم الذي يعني نتناوله في الآونة الأخيرة نقلا عنكم أستاذ رامي في المرصد هو 16,000 مقاتل وصل عدد المقاتلين في ليبيا، يعني هذا السورية. أكبر رقم نسمع به من مصادر مختلفة، الأرقام الأخرى أقل بكثير، يعني كيف تفسر هذا الرقم؟ يعني الرقم، الأرقام التي تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية على ما أعتقد هي 3,000، كانت صحيح. هذه في الشهر الأول يعني من بداية إرسال المرتزقة، يعني هناك طائرات تخرج بشكل أسبوعي من تركيا إلى ليبيا، هل هذه الطائرات تذهب يعني تقول شخص أو شخصين؟ ونحن عندما نتحدث عن هذه الأرقام نتحدث عن أرقام موثقة، 16,500 مرتزق عاد منهم إلى الأراضي السورية، نحو 6,000 مرتزق بعد أن أنهوا عقودهم، والعائدين إلى سوريا هم خرجوا، بعضهم خرج مرة ثانية باتجاه ليبيا بعقود جديدة. ولكن دعنا نتحدث أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية تعلم مثل ما يعلم المرصد بأن هناك نحو 10,000 جهادي خرجوا من سوريا باتجاه ليبيا منذ شهر أكتوبر تشرين الأول الفائت. شكرا جزيلا لك الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان معنا من كوفنتري في بريطانيا.